بالتأكيد لا يخفى على الجميع الدور الماراثوني الذي تقوم به وزارة الداخلية من أجل توعية أكبر عدد ممكن من المواطنين فيما يخص الأخبار الغير صحيحة والشائعات، والتحقق من مصادر هذه الأخبار كونها أخبار على تمس فئة كبيرة من المجتمع. اليوم كانت هنالك ندوة من قبل قيادة شرطة محافظة كربلاء المقدسة لإيضاح للطلبة لأكثر عدد ممكن طبعا من الطلبة الكثير من الأمور وتعليمهم الطرق الملتوية التي يتبعها الكثير من صناع المحتوى الغير صحيح أو الأخبار الغير صحيحة. لذلك اليوم كانت هنالك هذه الندوة اللي أيضا تطرقت إلى موضوع الابتزاز الإلكتروني، هذا الموضوع الذي أصبح شائعا بعض الشيء، ولكن بجهود وزارة الداخلية تم تحجيم هذا الموضوع، وأيضا إعطاء الطلبة كونهم أكثر فئة هم يتعرضون لهذا الموضوع إعطائهم الكثير من النصائح والكثير من التجارب، طبعا عرض عليهم الكثير من التجارب لذلك، وعرض أيضا أرقام الطوارئ، أرقام الطوارئ الخاصة التي تكون لمساعدة الجميع. اليوم دور وزارة الداخلية دور كبير أيضا فيما يخص موضوع مكافحة المؤثرات العقلية. اليوم كانت هنالك عدة ندوات وعدة ورش من قبل وزارة الداخلية في مدينة كربلاء المقدسة لأيضا إيضاح الطرق الملتوية التي يتبعها تجار المؤثرات العقلية في استقطاب أكثر عدد ممكن من الشباب والقضاء على هذه الآفة في المجتمع. اليوم التقينا بكثير من الطلبة الذين أعلنوا استفادتهم الكثيرة من هذه الأمور وهذه الندوات التي تعقدها وزارة الداخلية، لذلك اليوم دور الداخلية هو دور واضح في الحد الكبير من هذه الجرائم. طيب يعني أيضا زميلي علي، بعد كل ما أشرت إليه وهذه الحملات أيضا، هل انخفضت الشائعات وظاهرة الابتزاز الإلكتروني وأيضا المؤثرات العقلية في المجتمع؟ يعني إن أردنا الحديث عن إحصائيات حسب المعلومات المتوفرة لديك. نعم زميلتي، بحسب الإحصائيات المتوفرة هنالك انخفاض كبير في محافظة كربلاء من الدور البطولي الذي تقوم به وزارة الداخلية تحت إشراف معالي السيد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري فيما يخص متابعة هكذا جرائم والحد من هكذا جرائم وإعطاء أكثر ورش توعوية لأبنائنا الشباب والطلبة ومختلف الفئات من المجتمع العراقي للحد من هذه التجاوزات والحد من هذه الأمور الدخيلة على المجتمع العراقي. لذلك اليوم نشهد بانخفاض كبير لجرائم الابتزاز الإلكتروني وجرائم المؤثرات العقلية في مدينة كربلاء المقدسة، أن هنالك بفضل الدور التي تطلع به وزارة الداخلية في حماية أكبر عدد وتوجيه النصح لأكبر عدد من أبنائنا. طيب بسؤال أخير علي، يعني تحدثت وأشرت على أن النسب انخفضت، ما هي الأسباب وراء انخفاض نسبة والسيطرة عليها، يعني نسبة ظاهرة الشائعات الابتزاز الإلكتروني وحتى المؤثرات العقلية؟ نعم، هنا في كربلاء هنالك جهود واضحة من قبل مديرية جرائم مدينة كربلاء المقدسة وأيضا مديرية مكافحة المؤثرات العقلية. اليوم هنالك متابعة لأبسط بلاغ وأبسط حالة يتم رصدها من قبل المديرية أو بلاغهم بها، لذلك التحرك السريع والسمة الواضحة لدى وزارة الداخلية في مدينة كربلاء المقدسة أيضا في كل مدن العراق، ولكن في مدينة كربلاء المقدسة هنالك خصوصية لهذه الأمور كونها أمور دخيلة على المجتمع وكونها آفة تحد منها وزارة الداخلية بفرض النظام بالمتابعة الدائمة بإعطاء أكثر عدد من الورش من التوعية لكافة المواطنين من خطر الابتزاز الإلكتروني وخطر المؤثرات العقلية على المجتمع وعلى العائلة وعلى الصحة النفسية وعلى كثير من الأمور. نعم زميل علي مطير مراسلنا، كنت معنا من كربلاء، شكرا جزيلا لك.